فيما يخص السباق هذا سباق وطني، خمسة كيلومتر مختلف الولايات الوطنية شاركوا فيه، وسباق جرى في ظروف عادية ومتسابقين كانوا يتمسحوا بروح رياضية عالية الحمد لله، وكان تنافس شريف والحمد لله فات بسلام. المجموع نتاع المعدائين كان في حدود 74 معداء من مختلف الولايات. تحت رعاية السيد والي ولاية تندوف نظمت الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية تندوف سباق عدو ريفي على مسافة 5 كيلومتر، وهذا بمشاركة أزيد من 10 ولايات، وهذا بمناسبة ذكرى المزدوجة السنوية لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. أذكر والي ولاية تندوف الذي كان حاضرا معنا ومسؤولين الولاية الذي وقفوا معنا، والسباق كان جيد في الانطلاق، وكان الوالي هو الذي أعطى الانطلاق، ونشكر الرياضة والعمل وخاصة الاتحادية الجزائرية للرياضة والعمل. اخر في اللون يوكليم هذه بالقبيليه مشيت متزوزو مع ليكيب تاعي متزوزو، جيت هنا نشارك في هذا باش هكذا نجرو هنا في تندوف في 5 كيلومترات، وجات معايا زميلتي هذه جات في المرتبه الثانيه وانا المرتبه الاولى، وفرحانين بزاف كي جينا لهنا هذه بلادنا، جينا متزوزو واستمتعنا بزاف بالمناظر اللي شفناها في الطريق. احيي بدوري الاتحاديه الجزائريه للرياضه العمل على إنجاح هذا العرس التنافسي للعدو، العدائين نخبة يعني أمثالنا نحن وغيرنا، وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتفوق.